ونحمل لكم عديد من الفقرات المختلفة والشيقة والمتميزة، ولكن وصلنا معاكم لآخر فقراتنا في الدراما السودانية. معروف أن الدراما السودانية هي خيط رفيع الضوء بنسلط عليه الضوء عبر الصورة والصوت والناحيات الجمالية والأفلام القصيرة والمسلسلات المختلفة. في الأواني الأخيرة يا وئام أصبحت الدراما هي تسيطر على الشاشة السودانية. صح، بالتأكيد في انتعاشة غير مسبوقة إلا في هذه السنوات الأخيرة، ودائما ما يكون المسرح هو صوت الشارع، وأيضا الدراما هي لعكس ولمعالجة جميع المشاكل اللي بمر بها أيا كان من المجتمعات. الدراما هي القادرة على توصيل الرسائل بكل سهولة ويسر ولكل الفئات المجتمعية ولكل المفاهيم ولكل اختلاف العادات والتقاليد. تفضل الدراما هي الرسالة الثابتة والوحيدة القادرة على صنع الكثير من التغيير. في هذه المساحة سعيدين جدا أن نرحب بضيفنا الموجود معنا اليوم داخل الاستديو عوض النور، ممثل ومخرج أفلام قصيرة. مرحب بك عوض، والمعروف بعوض لبط الأصح. مرحب بك. مرحب بك ومرحب بكل متابعين قناة البلد. والله سعيدين جدا يا أخي بالإطلالة المسائية معاكم، نقول لكم مساء الخير وربنا سبحانه وتعالى ينعم البلد بالأمن والسلام والاستقرار بالنسبة للأوضاع الحالية دي، وإن شاء الله يعني نحن كدراميين نقدر يعني نوصل صوتنا ونوصل رسالتنا عبر التسامح والتعايش السلمي لدى المجتمع إن شاء الله. مساء الخير عليك يا عوض. عوض، عايزين نتعرف معك على الحراك الثقافي في الدراما السودانية. الله، الحراك الثقافي في الدراما السودانية الحمد لله يعني الفترة الأخيرة دي يعني شباب، مجموعة بتاعت شباب بتتعب وبتكافح برغم المجهودات الموجودة، لكن بصراحة والله يعني احنا يعني تعبانين شديد. يعني نحن الآن عشان ما نطلع عمل درامي يعني محتاجين طبيب نفسي عديل عشان نحن ذاتنا نطلع عمل درامي. يعني الدراما في الفترة الأخيرة دي حصل لها انتعاش، وبعد ذاك يعني بقى اللهم صل على سيدنا محمد بقى في قبول لدى الأسر السودانية. يعني زمان ما بتلقي التلفزيون السوداني ده في البيت لفترة كده، بتلقاهم يا شغالين زي ألوان يا شنو يا شنو يا شنو. صحيح، الأغراض السودانية دي ما قاعدة شغالة، لكن هسي بقت هي لا الحمد لله. أيوة، هسي بقى فيها قبول، الناس بتتابع، وبالذات يعني الناس متعودة على رمضان. على رمضان زي عواس اللعبي بيحضروا فيه المسلسلات السودانية المختلفة. لكن هسي الحمد لله يعني الشباب بينتج براو بأفلام الموبايل بأقل إمكانيات، أنت بتطلع الفكرة بتاعتك بتوصل صوتك بتوصل رسالتك. نعم، بالتأكيد تحدث التكنولوجيا وخاصة أيضا الكاميرات الخاصة بالهواتف أصبحت بتغلل على الشباب العناء بتاع أنه لازم يكون عنده شركة بتاع برودكشن والكثير من التفاصيل. لكن بالحديث عن الإنتاج عوض، دائما ما كنت تحاول أن تكون مواكب للساحة، مواكب للقضايا والإشكاليات، ولا بد للكوميديا أن تكون أيضا هي معالجة لأنها هي أسهل طريقة للوصول إلى المشاهد. عالجت شنو الآونة الأخيرة من قضايا، ومنذ مسيرتك الأولى كنت بتهتم بأي نوع من القضايا؟ والله هسه حاليا يعني آخر عمل لسه في المونتاج ده ما طلع، لكن عندنا يعني أعمال تانية. عندنا عمل اسمه الشارع العام، اللي هو ده بيتكلم عن الاحترام بتاع الشارع العام في قضية يعني ما بتشبهنا نحن كسودانيين، اللي هو اللي بتعرضوا له البنات يعني في الشارع. مثلا واحدة واقفة في الشارع هي بتاع عربية دار يجيف حتى لو ما أشرت له، الحاجه دي انا مزعلاني شديد. والله انتهاك للخصوصيه. ايوه، او بيت قاعده في شارع النيل بتشرب لها في قهوه او كده، ما حتاخذ راحتها، حتلقى 20 عربيه وقفت لها حتى لو هي ما طالبه. يعني دي في حاجات كده ظهرت في المجتمع يعني السوداني، حاجات ما بتشبهنا، ونحن كدراميين بدورنا احنا نسلط الضوء عليها. نعم، من الحاجات دي. نعم يا عوض، اكيد في عقبات وصعوبات كثيره في واجهتك من خلال تمثيلك، من خلال اخراجك، من خلال كل التفاصيل. عايزين نتحدث معك عن العقبات والصعوبات اللي بتواجه الدراما السودانيه حتى في الانتاج. ايوه، العقبات دائما هي بتواجهك تحديدا في الانتاج. انت بكون عندك انت ما الفكرة. عندك الفكره. ايوه، في يعني حتى لو انت ما بتكتب السيناريو ممكن
زميلك بيجيب لك سيناريو، بيجيب لك نص جاهز. لكن انت عشان ما تنتج العمل ده تكلفه، يعني تكلفه باهظه جدا. هنجيب اكيد عند التكلفه اللي اصبحت مرهقه جدا لكاهلكم، ولكن عوض حنعود نواصل معك بعد فاصل قصير. وعوده اليكم من جديد. عوده اليكم من جديد، ما زلنا متواصلين معاكم. وعوض لبط، ممكن تابعنا سكتش قصير قبل شويه، والسكتش ده كان بالضبط بيتكلم عن اي مشكله، وفي نفس الوقت اضافه الى ذلك كيف انتم قادرين تنتجوا هذه الاعمال بدون اي دعم، بدون اي سبونسر يكون هو لكم. اول حاجه الحلقه دي اسمها الشارع العام، هي 11 ولا 13 دقيقه، انا قمت قطعتها. بيتكلم عن الحريه بتاعتك الشخصيه، يعني انت داير تقعد في شارع النيل، بيستهدف بالاخص الفئه بتاعت النساء. صحيح. يعني الليله البيت في الشارع في اي مكان بتكون معرضه، يعني انه الشباب بينظروا لها بنظره هي قاعده في شارع النيل خلاص بيت ما كويسه. صح. يعني كسر رقبه غصبا عني خلاص، انت جيتي شارع النيل لا معناتها حق تنزه للجميع معي. ايوه يلا هو حق للجميع، انت زي ما عندك الحريه انك انت تقعد براك مع نفسك كده، برضه هي عندها الحريه. يعني ما اغلبيتهم مثلا بيكونوا متعاطين المخدرات، بيكونوا ما واعيين اللي هي بتحصل من خلال ارتكاب الجريمه، ويعني في حاجات الواحد في غنى عنها. الحلقه دي ذاتها فيها الكلام القبيل اللي كنا بنتكلم عنه بتاع الانتاج، فيها ضحف بتاع صوت. يعني احنا ذاته عشان ننتج لنا حلقه اول حاجه دارين كاميرات ودارين اضاءه ودارين صوت، والحاجات دي مكلفه جدا. انا ما في زول بينتج لي ولا في زول بيدعمني عشان اقدر اطلع ماده تكون بصوره جميله جدا، فانا بقوم بطلعها كده برغم الفيها. المهم انه انا رسالتي بتصل، يعني انا بس انه اكون متواجد وانه انا اوصل الفكره بتاعتي، ده المهم. نعم. انه انا ما اجيف ما عاين ما استنى من زول شيء، انه مثلا يجي يرعاني ولا يجي يقدم لي شيء مقابل شيء. انا القضيه بتاعتي اللي انا شايفها انا كفنان دي مسؤوليتي تجاه المجتمع، انا بقدم الرساله بتاعتي. نعم نعم. عوض، الدراما السودانيه بتناقش قضايا مجتمعيه مهمه جدا، والمفروض انه نحن نسلط عليها الضوء، والمفروض اقلها نقيف مع الدراميين او الممثلين او المخرجين او المنتجين. نحن شاكرين لك جدا، واتمنينا نكون نتلاقى ان شاء الله في مساحه اوسع. شكرا لك يا عوض، شكرا لك جدا. شكرا لكم انتوا، وشكرا لكل متابعين قناه البلد، وشكرا لكل الناس اللي وقفوا معانا والناس اللي دعمونا، وخصوصا ناس المسيد شيخ اليمين سيدي 122. يا اخي انا بحييكم واشكركم شديد على وقفكم ودعمكم معاي، وكل الاهل والاصدقاء تحيه لكم انتم برضه. شكرا لك يا عوض. يعطيكم العافيه. شكرا لك عوض، ونورتنا وشرفتنا اليوم، وان شاء الله دائما ان تكون الدراما السودانيه في احسن الاوضاع، وتكون دائما في انتعاشات متجدده ومختلفه، ونكون احنا حتى على المنصات والعروض العالميه. ممكن بكده امونا مشوارنا اليوم وصل لختامه، ممكن يعني اليوم تمحور في الاساس وكان الشغل الشاغر والفكرة الأهم في هذا اليوم، الوطن، ويعود ويبقى الوطن هو ما يشغلنا، هو الهم الكبير، هو الحاجة اللي بتوجعنا، والألم اللي بيمسه بمسنا بمس كل واحد فينا. يا ريت نتلملم، يا ريت نخط يدينا في يدين بعض، ما في فرق بيناتنا، لا في لون، لا في شكل، لا في منطقة، لا في دين، لا في أي لهجة من لهجاتنا، لا في أي عادة من عاداتنا وتقاليدنا. في النهاية بيجمعنا الوطن، بيجمعنا حب السودان، ولو ما توحدنا حيجي الغريب يفرق بيننا، والفتنة تكبر ونفوسنا تضعف. ويا ريت يكون السلام والأمان والوئام والمحبة في كل مكان يا أمونة. أكيد يا وئام، أكيد. بكذا بنكون انتهت حلقتنا لهذا اليوم، إن شاء الله لحد ما ألقاكم في حلقة أخرى. أبقى عافية.